يمكن للمستهلك ويمكن لاي واحد الوصول للمعقمات او الكمامات المتوفره من خلال تطبيق طمني هذا التطبيق اتاحته الهيئه العامه للغذاء والدواء يمكن تحميلها على أي البرامج المتوفرة للهواتف الذكية أو حتى من خلال الموقع الإلكتروني هذا التطبيق الحقيقة من خلاله يمكن الوصول إلى معرفة الصيدليات المرجعية ونقصد بالصيدليات المرجعية هي الصيدليات التي تتوفر عندها مجموعة من الأدوية قد لا تكون متوفرة في صيدلية أخرى هذه الصيدليات حاليا أكثر من ألف صيدلية موجودة على التطبيق أو حتى من خلال الموقع من خلال معرفة موقعك في المدينة الحي ممكن الوصول إلى أقرب صيدلية توفر الكمامات والمعقمات وبالتالي توفر عليك الوقت في موضوع موضوع طلب هذه الادوات اللي تحتاجها للوقايه